البطولات تحتاج جرأة وشجاعة، تحتاج قلب كبير وقوي. علشان تصنع بطولة لازم تقدم وتكون عندك الجرأة أنك تحول الفكرة إلى واقع. وبالكويت بلد العطاء والإنسانية، أميرنا أمير الإنسانية كان أكبر داعم لنا إحنا الشباب لاستكمال مسيرة العطاء بالعمل الخيري. في السنة الثالثة على التوالي فريق إنساني يصنع برمجة جديدة وثورة في العمل الخيري. هالسنة قررنا أن الأطفال هم من يمسك زمام القيادة. قررنا وبكل جرأة أن يخوض الأطفال تجربة العمل الخيري كاملة من الفكرة وحتى تحقيق الهدف. أنك تلقى طفل عمره ما بين 5 إلى 14 سنة يفكر يخطط ويبحث ويكون عنده هم لقضية كبيرة محورية كان حلم بالنسبة لإنساني. هذا الحلم تحقق في اللحظة اللي سلمناهم فيها المسؤولية. الإحصائيات تقول أن الكويت فيها أكثر من 500,000 طفل. هذا السبب بالذات هو اللي خلى فريق إنساني يقرر أنه هو يدخل هذا التحدي. في حملة جيل 200 انتقلت قضية حرمان الأطفال من تعليم، من قضية يحملها الكبار في المحافل الدولية إلى قضية ينقلها الصغار بكل براءة للعالم. تحولت القضية من أوراق في مؤتمرات إلى قضية مجتمعية تفاعلية. الأطفال استخدموا كل إبداعاتهم لنشر القضية، ما انطرونا أن احنا نعلمهم ولا نقول لهم شلون. اللي قام يتكلم بالزوارة قدام أهله، واللي راح سواله سوق خيري، اللي مسك لوحات وقام رسم عليها وكتبها وصورها وعرضها، اللي سوى عرض ولا شو ولا مسرحية. هذا اللي كان يسعى له إنساني. جيل 200 مبادرة ابتكارية واستثنائية وفريدة من نوعها. تفاعل الأطفال في هذه الحملة كان كبير للغاية وفوق المتوقع. وصلتنا قصص كثيرة عن الأطفال اللي شاركوا معنا في هذه الحملة. في أطفال قرروا أنهم يعطون أهلهم حصالتهم كاملة، وفي أطفال قالوا لنا أن الآن عرفنا قيمة المقعد الدراسي اللي إحنا عليه، على الرغم أن إحنا ما كان عندنا اهتمام في المدرسة ولا بالعلم. اشترك في المسابقة 25 فريق، كل فريق شكل مجموعة من الأطفال انطلقوا للعمل. جيل 200 مو بس وصل حق 400 طفل، وصل إلى 400 أسرة. دخلوا على هاشتاج راح تشوفون ما يقارب 1000 مشاركة، حسابات انتشرت فقط لنشر الفكرة. راح تشوفون إبداعات مستحيل تتوقعونها من طفل عمره 7 سنوات، من فكرة، من إخراج، من أسلوب إقناع، كيفية أنه يوقف أمام الكاميرا يوصل رسالة كبيرة. حملة جيل 200 أضافت أسلوب جديد في محتوى السوشيال ميديا. الحمد لله رب العالمين، الحملة حققت الريادة في كثير من الأصعدة، أهمها أنها هي الحملة الأولى في الشرق الأوسط ويمكن في العالم على حسب علمنا اللي تنافس فيها 400 طفل في السوشيال ميديا لهدف خيري، وهي الحملة الأولى اللي حقق فيها أطفال من عمر 5 إلى 14 مبلغ يقارب $500,000 في 5 أيام. وصل صدى الحملة لأكثر من 50,000 شخص. فتحنا باب التطوع، تطوع 140 شخص في 8 ساعات. الحملة الأولى في الكويت التي عرضت في اللغتين العربية والإنجليزية. إعداد 25 قائد فريق جديد من الأبطال الصغار. أول عمل جماعي لنوادي وفرق الأطفال في الكويت، والتقوا مع بعض لأول مرة في الحفل الختامي. سيصل الأطفال بإذن الله بمدارسهم إلى 5 دول: فلسطين، اليمن، سوريا، لبنان، وبورما. بالنسبة لنا أهم إنجاز هو الهاشتاج اللي نعتبره كتالوج مفتوح ل 500 عمل إبداعي من أعمال عيالنا. حلم إنساني كان يشوف طفل يبني جيل، الحين عندنا 400 طفل. فيكم ومعاكم ما كانت مجرد حملة.